بين سيدي بوسعيد والشاهد الفضيل علاقه تتعدد فيها الفعاليات والمظاهر الانسانيه، هي حركه متماهيه منسابه قد تاخذك الى ابعاد روحيه وثقافيه واجتماعيه. وفي سهره رمضانيه كان هذا التمازج بين المكونات والذي جعل من المكان قبله للكثيرين. فسيدي بوسعيد تدعو زائريها الى فعالياتها الثقافيه، ففي احدى المحطات قد تستمع الى نشيد السماء يجمع روما بقطاج، وهو معرض فني تشكيلي بين مدرستين مختلفتين تونسيه وايطاليه، خطوطها تلتقي تاره وتختلف طورا وتجتمع طورا اخر. لوحات هذه فلسفيه وشاعريه مثلا، مش ترمز على كيفاش كيما يقول حاتم المكي كي نرسم عنقود عنب يقولوا شنو اللي فما وراه. هذايا كيما تقول واحد شاعر يكتب الشعر من غير ما يفسره، هو الانسان اللي يقراه هو اللي يعطيه الصبغه الطبيعيه نتاعو. انا اشكر جمال مهداوي الذي اقترح علي ان نقدم هذا المعرض الثنائي، وانا في الحقيقه مهتم بالجماليات وخاصه ما يتعلق بالطبيعه وما يعتمل في نفسه من احاسيس. لوحات رسمت هذه الأبعاد الإنسانية التي تقدم الواقع المعيش بأسلوب صاحبها، حركة ثقافية تريد أن تنفتح على المكان وأن تقدم لنا سيدي بوسعيد في خصوصياتها الحضارية. ما دعاني لزيارة أهم عناوينها التراثية البارزة فكانت مقهى العالية بعد أزمة غلق ظرفية محطة أساسية في سهرة رمضانية. سهرة ممتازة في سيدي بوسعيد، نشوفوا أنه سيدي بوسعيد رجعت فيها الحياة الحقيقة، معناتها قاعدين نشوفوا في برشا ناس قاعدة تدور في سيدي بوسعيد. أما حاجة باهية اللي صارت هنا، اللي سيدي بوسعيد معروف على الفوق خاطر هو ذاك سيدي بوسعيد القديم وكل شيء. اللوطة ما كانتش فيها حركة، أما تو وليت فيها حركة. ما شاء الله سيدي بوسعيد ديما جونا باهي، جونا زمني بالمشموم حفالي بالبنبلوني اللي مصلي على النبي. الأجواء عجبتني السنة خاصة خاطر شهر رمضان، ومع شهر رمضان عندنا الجانب الفني. هي سيدي بوسعيد بما حملت مزاقا من فكري حضاري تراثي في ليلة كانت الحركة الثقافية خلالها عنوانا بارزا، قدمت لنا نموذجا لسهرة تونسية تنوعت وسائلها ومظاهرها ووتيرة ليلها، بينما هو ديني وروحي اقتصادي وترفيهي.